في مثل هذا اليوم الكريم ذكرى بدر التي هي عيد في الأرض وعيد في السماء، في مثل هذا اليوم الكريم الذي هو أحد أيام شهر عظيم أنزل الله فيه القرآن شهر رمضان، لا يجب أن تمر مثل هذه الذكرى العطرة هكذا كذكرى تاريخية، إنما هي ذكرى إنسانية، ذكرى تربي المؤمن على الطاعة، ذكرى تلفت المؤمن إلى هذا النصر العزيز الذي جاء من عزيز حكيم. كل عام وأنتم بخير.